هدفنا من الدوره هيشتغل اثنين. الهدف الاول انك انت تقدر تجمع، يعني تقدر تحط خطه استراتيجيه اوليه يسميها بري استراتيجيك بلان، تجهزها تعرضها على الاداره، وفي اشياء كثيره تشتغل عليها. الشيء الثاني اللي في التريننج ده واللي يهمنا انه لو واحد اداك خطه استراتيجيه تقدر يكون لك راي فيها. هناخد تدريبات راح اديك اجزاء من الخطط الاستراتيجيه وحنشتغل عليها في ايفالويشن، احنا نقيمها ونشوفها ونحط نفسنا في مكانها لهؤلاء الشركات. طبعا الخطه الاستراتيجيه هي عباره عن مجموعه من الحاجات، ليست حاجه واحده، يعني هي عباره عن خطوات وعباره عن مراحل واجزاء معينه زي عامله زي البازل. الخطط الاستراتيجي هو عباره عن دراسه، يعني دراسه بيعملها شخص او ناس بيفوضوا من قبل الإدارة العليا بالتحضير لما يسمى الخطة الاستراتيجية. سواء الخطة الاستراتيجية متوافقة مع رؤية ورسالة المؤسسة اللي هي حطتها، إذا كان هناك رؤية ورسالة، بيئة العمل تتغير، في التعليم، في الصناعة، في الزراعة، في الخدمات، في كل شيء بتغير، في جاست تشينج، المنافسة بتغير لك الظروف دي، أذواق العملاء بيغيروا لك الحاجات دي، التكنولوجيا بتغير لك المواد، صح؟ كل حاجة بيحصل تغيير. العميل اللي بيطلب الخدمة اليوم مش هو العميل اللي من 30 سنة. وزي ما نسأل السؤال، هل التخطيط هو من جوا لبرا ولا من برا لجوا؟ التخطيط الماضي كنا نعتمد على حاجة اسمها تحليل الفجوة، نشوف ايش اللي موجود، احنا ايش بنسوي، وايه المستقبل، ونشوف الفجوة دي نحاول نغطيها. الكلام ده لم يعد يصلح، تحليل الفجوة ده أصبح يعني حافى عليه الزمن. دائما احنا بنقول للناس رحلة وروح شوية 10 سنين قدام. يعني مش أقل من 10 years. إذا تبي تعمل استراتيجيك بلان 5 سنوات وما فوق لازم تروح قدام وتشوف إيش اللي حاصل. طيب أنتوا شايفين 10 سنوات قدام؟ أنا ما عندي إجابة، إنما لابد إن إحنا نكون شايفين المستقبل. إذا ما إحنا شايفين التغير ما هو قدام، يعني في تشينج في الأداء. هل ده كله إحنا محتاجينه؟ ليه إحنا بنعمل إعادة هيكلة؟ ليه بنعمل هندرة؟ ليه بنعمل تشينج وتغيير؟ من أهدافنا في الدورة رقم واحد التعرف على ماهية التخطيط الاستراتيجي. التخطيط الاستراتيجي، ما قلنا التخطيط وسكتنا. ايه الفرق بين التخطيط والاستراتيجية؟ الاستراتيجية تعني ايه والتخطيط يعني ايه؟ وليه الاثنين لما اجتمعوا مع بعض ادونا معنى مختلف؟ هي مراحل الخطة الاستراتيجية، سؤال مهم. مراحل الخطة الاستراتيجية هي اي خطة استراتيجية تمر بستيجز، بمراحل. مرحلة هنتعرف على المراحل مع بعض، 1 2 3. بعض يجي معنا التريننج يكون في مرحلة من المراحل وستك، ما هو عارف هو هنا ولا رجع ولا هو فاهم في اي مرحله بالضبط. وساعتها نسال بعض الناس في الخطه الاستراتيجيه، انت في اي مرحله؟ مرحله اعداء صياغه الاستراتيجيه؟ لا. انت في مرحله فهم الاستراتيجيه؟ لا. هل انت في وضع الرؤيه والرساله والاهداف الاستراتيجيه؟ لا. انت فين؟ الاقي بعض الخطه الاستراتيجيه للاسف فيها اي مشكله. احيانا مكتوبه. الخطة الاستراتيجية أنا ما أبغاها تكون مكتوبة، أبغاها تكون مكتوبة ومفهومة. في فرق بين الخطة الاستراتيجية المكتوبة وبين المفهومة. ممكن تكون مكتوبة على ورق، هل هي مفهومة؟ مش عارف. يعني تلاقيها مكتوبة. وهي عبارة عن دوكيمنت، عبارة عن وثيقة، زي ما هتشوف يعني وثيقة حوالي 40 30 صفحة. تحب تطبعها الإدارة اسمها دليل التخطيط الاستراتيجي، تعمل المؤسسة. سموها استراتيجيك بلان. خطة مكتوبة. مفهومة؟ والله ما كانوا متأكدين زي مفهومه ولا احنا فاهمينها. هو الناس اللي مش انت اللي عملت الخطه الاستراتيجيه انت فاهمها، اللي معاك فاهمينها، لانه التخطيط الاستراتيجي يعني انت بتغير في مستقبل المؤسسه. لازم اللعيبه اللي معاك يكونوا فاهمين انت ايش بتسوي. اعداد التخطيط الاستراتيجي في معوقات تحصل. كل مرحله من المراحل فيها معوقات. ما هي سهله. معوقات إدارية، معوقات قيادية، معوقات تكنولوجية، معوقات بيئية، معوقات كثيرة، في أشياء فيها معوقات. يعني ما هي المسألة بس إن إحنا نكتبها ونصيغها قص ولصق وخلصنا على كده. لا، في معوقات حقيقية. حين متعوقات خارج إطار الكنترول تبعك. يعني طيب التنفيذ ده ما نيجي مع التقييم. ليه؟ لأن الخطط بتنفذ وتراجع في نفس الوقت. دين مع بعض، يعني ما تقدر تقول نفذ الخطة وبعدين نشوف. كل سنة مفروض تراجع الاستراتيجي تبعك وتشوف ايه التشينج اللي حصل، عشان خطة ما هي ريجيد، خطة مرنة. ليه مهمة الرسالة؟ وليه مهمة الإمكانيات؟ وليه مهمة الفرص؟ ليه هم تطابق ما بينهم الثلاثة؟ ليه؟ يا جماعة ممكن يكون عندي رسالة وإمكانيات بس ما عندي فرص. كيف؟ كلما تتناقص الفرص كلما كان الوضع أسوأ. يعني عشان كده أنت بتدرس ده كله. ليش تدرس هذا؟ عشان تطلع منه ايه؟ الفرص. حسنا
فين الفرص؟ لو قلت لي كله ده مكفل اقول لك بكره انا عسل يا عم. طب هل دول ممكن يطلع منهم فرص؟ انا حكيت لك ثلاث شركات وطلعت لك منهم فرص بالرغم ان الظروف قد تكون العام مؤثره سلبيه نيجاتيف، طلعت لك منها بوزيتيف، قد يستغلوا الفرص هذه. اذا هل في فرص؟ عيننا دائما على الفرص. ايه هي الفرص اللي عندنا؟ لان الفرص هي تدينا تحسين وتطوير كجامعه كمؤسسه كقطاع. ايه الفرص اللي عندنا؟ شوف هنا التحول للعمل الالكتروني فرصه لتحسين الخدمه، فرص كلها. اذا لم يتطابق ماذا يعني؟ اذا ما في تطابق بين الثلاثه يعني معناته هناك فشل في دراسه البيئه الخارجيه، البيئه الخارجيه مش واضحه عندنا ما فرص. طبعا خلي بالك لو واحد قال لك والله ما في فرص ايش ترد عليه؟ تقول له روح عيد ايه؟ الدراسه، لازم تطلع فرص. ليه؟ ليش لازم يطلع؟ ليه لازم يجيب فرص؟ عشان استغلها، عشان اقدر اطول، عشان هو ده اللي بكره. امال التخطيط الاستراتيجي بيشتغل علشان اطلع للمستوى اللي بعده، كيف اطلع للمستوى اللي بعده؟ كيف اتقدم؟ اذا ما في فرص سوف اتراجع. فرص في الجوده، فرص في التطوير، فرص في المقررات، في خدمه العميل، 100 حاجه بحاجه. لازم كل واحده من دول بتديني، مش لازم كلها تديني فرص، بس فين الفرص؟ فين اختياراتي؟ فين الاوبشن؟ ما هو في النهايه تطلع قرارات. قرارات في الفرص. يمكن فرص في التغيير، يمكن فرص في الهيكله، يمكن فرص في الدرج، يمكن فرص في تقليص النشاط، يمكن فرص في التركيز. يعني مش كل الفرص هي يعني شيء جديد، بس الفرص يمكن تشينج اعمل في بيئه العمل يحسن الاداء. فرص. ايه الفرص اللي عندك؟ كيف تحدد اي مؤسسه توجهها الاستراتيجي؟ شو قلت انا توجهها الاستراتيجي؟ ما قلت لك الخطه؟ الخطه خلاص واضحه، الخطه هنا قلنا الخطه هي الدراسات اللي حتجمعها، والاستراتيجي انت الدراسات دي حتعمل فيها ايه؟ الدايركشن تبعك؟ قلنا حاجتين حندرسهم، فاكرين؟ قلنا حندرس مواطن ومواطن. مواطن ايه؟ مواطن القوة وايه؟ والضعف، ودي بنسميها داخلية، صحيح؟ وقلنا في مواطن الفرص والتهديدات او المعوقات اللي انا عندي، هذه خارجية. حضرتك المفروض تديني كم قائمة؟ أربعة. هذه القوائم الأربعة لازم أشوفها. بدون وجود أربعة القوائم دي ما فيش اسم خطة استراتيجية. لازم تديني دي، تقول لي شوف مش غلط تقول لي ايه القوة والضعف، ما تقول لي كله انا ما عندي قوة الضعف، لازم في نقطة ضعف، نقاط ضعفك ايه؟ بس بعد ما نعمل الكلام هذه الأربعة القوائم، مو بعد ما نخلص الخطة الاستراتيجية تقول لي أقول لك بس والله في موضوع، ماشي هينفع، لازم نجلس احنا كمدراء وكمسؤولين في الاستراتيجي نطلع العناصر دي كلها. أنا أتوقع من كل عنصر ماكسيمم تطلع لي خمسة ماكسيمم. خمسة مش أكثر من كده. دول استراتيجي بس الشيء تديني الاشياء المهمه، ما تديني كلام يعني اشياء ما لها معنى. يعني تبغى تديني شيء في الموارد البشريه، تبغى تديني شيء في الماليه، تبغى تديني شيء في السياسات، انا ما اعرف ايش عندك. موزعه تمام؟ ماكسيمم فايف يعني. طيب خلصنا من نقاط القوه والضعف والفرص والتهديد، قلنا حنعمل ده تحليل قلنا اسمه ايه؟ اس دبليو او تي، حنعمل المصفوفه صح؟ تكلمنا عليه. اذا السؤال الاول الاجابه عنده ايه؟ حللنا البيئة الخارجية والبيئة الداخلية، اهي قعدنا احنا درسنا، اجتمعنا سوا، عملنا برين ستور، رحنا جمعنا ديتا من السوق، من العملاء، من المنافسة، من وزارة التخطيط، من وزارة التعليم، من الناس اللي عندنا، شفنا سوق العمل درسناه، كل الحاجات اللي درسناها وعملنا التحليل ده، إذا أين نحن عرفنا؟ مؤسسة ممكن تخدم أي ممكن يسمح فيها تنهل أول يعني يقول لك من لا يتقدم ايش يصير فيه؟ يتراجع، يتقادم. الفرص ايه الظروف اللي عندك؟ اشتغل عليها. خلي بالك والله كل ما كانت الفرص كثيره كل ما كان شيء رائع، بس انت بتستغلها؟ عشان كده كثير من المدراء يقول يا اخي والله في عندنا فرصه ممتازه. ليه ما استخدموها؟ انت تزعل. يا اداره عليا، نعم، والله قدامنا فرصه، يا جماعه امسكوا الفرصه هذه.
يعني تخيل بعض المدراء نفسه يبلغ احد بس يا جماعه عندنا فرصه انتوا سايبينها ليه؟ ما عندنا استخدام تكنولوجيا ممكن نعملها 100 حاجه وحاجه الله عارف اسلوب تكنولوجيا اسواق خدمات احنا ممكن نعملها ونطور الخدمه فيها ونكون متميزين وتوفر علينا جهد وتكلفات فرصه كل شيء انت تسويه فرصه ليه؟ لان بيئه داخليه تطور لو انت طورت البيئه الداخليه هتنعكس على مين؟ على العميل في البيئه الخارجيه هي اللي بتسوي كده معلش خليني اعرف نقاط قوتك ايه؟ اذا عندك نقاط قوتك استغلها انت سايب نقاط القوه وشغلها في حاجه ثانيه يعني لا تضيع وقتك في الحاجه الثانيه دي ما تركز على دي احنا الان في زمن التركيز لازم هاف تو فوكس في كوست وفي تكاليف اسواق جديده فرص نمو تكنولوجيا جديده فرص برامج جديده فرص تطور مثلا اندمج تخصصين ويعمل لي عنوان تخصص جديد متطور فرصه اللي عندك امكانيات لما تستغلها يعني انا مستغرب يعني والله في بعضهم عنده في امكانيات رائعه بس مش يعني ما ادريش عارف هل هو في ناس مش استغلوها يعني ما عندهم الثقه في خوف مش واثقين في حالهم يعني ولذلك الخطه الاستراتيجيه تعزز قرارات الاداره